عام خرج بيا تاني كنت ما يمكنش نبوسي وراه تبانت مؤخرا لان ما كاينش نتيجه كاين تراجع كبير تراجع قوي ها كاين تراجع في مستوى الفكاهه الفكاهه صعيبه راه حتى المتلقي راه صبرت عيب ملي وليتي وهو كتشوفو كيقول لك ودي ضحك بحال شويه هاك فهمتيني يعني حس بها المتلقي حس ورجع ذاك المفهوم ديال الحموضه دائما كاين لان الا خرجتي للشارع ثاني كتلقى راهي اخر ولكن كيولي عندك واحد الخلط ما بين الشارع وما بين الواقع وما بين كذا انا كنقول ماشي انا يعني بعد ما قلت انا يقلبني المستوى ديال الفكاهه تراجع بواحد الشكل كبير تراجع مقارنه مع وقتكم لا وقتنا هذا رايي الفنان المغربي ولا خصوصا في الكوميديا هذا من ضمن الانتقادات اللي كتوجه لكم وما كاينش الابداع في المواضيع واش كتخافوا مش خدمنا باش قلنا نخاف تعطيني فين خدمت هذا بقول لي اش بغيتي فاش ندوي وندوي مش عارف قلت لك انا في البرنامج عندك السابق هذه 6 سنين ورب الكعبه الى دابا حنا نحمد الله في هذا البلد الساعي الى عندنا الحريه المطلقه في حريه التعبير كون ميقن يعني كنقول لك طلعت ويما راسك قول شنو كيبقى شي اشكال علاش ولكن انا شحال ما شفت مثلا شي سبيكتاكل كتهضروا في امور سياسيه كتهضروا فقط كتبقاو في هذا العروبي المنديلي دابا انت وصلت بالاشكاليه اللي عندك الزرمداني خو عاتبك عليها قول لي واش انت عمرك عطيتينا الخطوات اللي وجيتي شتي لي سبيكتاكل ديالنا ما شتيش تا شديتيني سديتي ليا الباب حرشتي هادو شعلوا كاميرات تنبرك دابا تقول لي داكشي عندكم واجي يا خويا واجي جي عطينا من وقتك وتفرج انا كنعاهدك الله من هذا المنبر عندك في المسرحيه الجايه نعطيك الانفيتاسيون حتى ولا الحباب هادو الله يكبر لا نخلصو واخا تجي تشوف نخلصو عبد الخالق غاتخلصهم غاتلقاهم على الدوره نقول لك هاك رزقك والله سيدي ما تديرنا ما يمكنش انت اللي ما ضحكتش عاد غادي ترد لي الله يكبر بصح نزيد نجي نتفرج في المسرحيه مثلا ديال العوده العودة عندك عطيك على فكرة صح لا العودة. صراحة لا لا مصحيح العودة العودة تعالج مشكل خطير على ان كنا المغاربة تيحرقوا من هنا لاوروبا هذه تعالج المغاربة اللي بغي يحرقوا يرجعوا للارض الوطن وشو الاشكالية ثاني في معاناة في مواضيع في علاش وغيش شنو السبب شنو الدافع اش ولات كتقول كتبلوا البلاد احسن من هذيك الغربه اللي ولا فيها موضوع شائك وكتنهج واحد المقارنه شيء جميل الحريه ما عندكم شيء مشكل فيها نحن ما كنديروش الرقابه الذاتيه لا بلاتي لا هذا الموضوع ما نقررش ليه في المسرح في المسرح احنا معفيين اهوي واخدين راحتكم اهوي لا الحمد لله وبلاد جميله الله يو الحمد لله عبد الخالق فايد شكون اللي كيتبع من الشباب دابا اللي كتعجبو الكوميديا ديالو كيتنغمها سواء الشباب ولا حتى الجيل اللي قديم شي شويش انا ديما كن ما كتبقى ديما انا معجب بيسار بزاف كيعجبك يسار اه وي شنو اللي في يسار مختلف على الاخرين يسار خصوصا الجيل ديالو يسار رفيق ولا الفنان الاخرين اللي معاه اه مثلا رفيق رشيد رفيق ولا دابا انا كيبقى رايي ومع احتراماتي لكل شيء انا قول لي انت قلتي باش نكون معك صريح عبيد ولو خاش عفوا الله يكبر سيدي يا صار جاني حتى في البحث ديالو شيء ما كاين مواضيع كيبحث فهمتيني وجيت هو من واحد خريج واحد الحي اللي تا هو يعني الا ما كنتيش ابن حي عانيتي ما يمكنش تعطينا اني موريس لاني موريس ديما كتشخص فيك انت باش تكون كيمودي ناجح خاصك تكون مريتي وتكرفستي وتجردلتي يعني مريتي بظروف كتشوف فيه شويه منك؟ اه وي شوف فيه لان مواضيع اللي كتطرق لها شيء جميل غير ثاني ولكن راه ممكن اللي عطيناه الوقت شويه راه غيتغير لنا ثاني يسار وغيولي ثاني يسار اخر ثاني مستوى اخر واخا عبد الخالق فهيد مازال عندنا بعض الاسئله سريعه التحضير سريعة التحضير داكشي بحال القيوة تقريبا زوق بغيت أجوبة سريعة التحضير بدون مواد حافظة وبدون لغات خشب وانت كيف تعطلتي قلت لي سريعة ما قلتيش المقادير ولا عبد الخالق فايد ملي كتفكر مع راسك كتقول شي حاجة ندمتي عليها في مسارك الفني نو جامي بالعكس ما
درتي شي حاجه قلتي ما كانش عليا نديرها. لا حتى نقول ما خديتش حقي. ما خديتيش حقك؟ مي فنان عندي قناعه، وقناعه مني كتجيني كنكتسبها من البيبليك، من الشارع الحي الفري، المواطن المغربي اللي كيحبك اللي كيشوفك بالاحضان، كتحس واحد الدفء ديال هذاك الدفء كل واحد العلاقه ديال تاريخ. حيت ملي كن حيت نعطيك على سبتكر، ملي كنكون مثلا دابا لا بيريود ديال ميلود اللي كتبقى انا بالنسبه ليا مرجعيه تاريخيه وحقيقيه وشهدوا على المغرب، المغارب يعني المشاهد المغربي كيشهد عليها، لان مرحله ديال ميلود كانت مرحله ما نعاودش يعني هذيك بيريود. دوك الوليدات اللي تفرجوا سوا زو كان عندهم 12 عام، دابا الان من 2003 لدابا 14 عام 18، دابا الان موظفين اطور ديال هذه البلاد الساحده كيتلاقوا معاك يقول كبرنا معاك، الجيل ديالكم كان جميل، واطور في هذه البلاد السعيده كنحكي دوك شي جميل. عبد الخالق فهيد ما قنعتكش؟ لا لا صافي انت جاوبتي بدون تقليد عليك. لا تقليد، التقليد عليك. عبد الخالق فهيد شفت واحد من الفيديوهات الاخرى ديالك من بعد الفيضانات اللي كانت في الدار البيضاء، خشبتي على المسؤولين، زعمتي ولا؟ لا بالعكس، ما زعمت ما ركب على الفيضانات. لا هذه وين مرحلة الظرف، هذا الظرف راه السياسي يخلق الحداث والفكاهي يسخر منه عادي. أبوي الفيضان راه سبابه المجلس، سبابه ما كاين البنية التحتية، ما كاينش دوك، هذيك ترجع للمسؤولية ديالك. أنا من حقي كفكاهي بوليس كندويت هذه المرحلة، لأن كتشوف المغرب كله عاش هذه المعاناة، وبالأخص مدينة كازانا كمدينتي ومدينة اللي تعتبر مدينة اقتصادية، ولات مدينة إغراقية غرقت. لا جاتك حاجة ماشي معقولة؟ لا أختي نورمال. وعندك ما بقاوش يعيطوا لك المهرجانات؟ أنا شوف أنا تعيط نجست منه، مش عامل عيطتي تبقى تعيط، شلت العين معايا هاي تحسي صح. عبد الخالق فهيد ندخل في السياسة ماشي مشكلة؟ لا على حسب السؤال ديالك. على حسب السؤال عندي فيه ما نعطي رانتي، ما عنديش نقولك امر. عبد الخالق فهيد النظام الجزائري مقروص من المغرب، ما باغيش يحشم. وي اش تقول لعبد المجيد تبون والعسكر ديال الجزائر؟ لان كنقول ان هادوك اشكاليه ديالهم والكبيره الكبيره، هادوك وقع لهم واحد المثل المغربي كنقولوا حنا، ناسي دارهم قابل جارو، ناسي دارو يصيبوا البيت الجزائري ويصيبوا قابلين حنا الحمد لله غاديين في خطو ثابته. المغرب فات الجزائر بواحد السنين ما نعاودش لك، وبالطبع هذه فضل جلاله الملك محمد السادس نصر الله، هي الفتره اللي جا فيها سيدنا البلاد تصيبات. نكونوا واضحين، انا مشيت للجزائر. مشيتي؟ مشيت. انا باش نكون على بين من امري مشيت. مشيت مع فريق الرجاء اللي معروف كره. انا كانت انا عندي واحد رؤيه اخرى على الجزائر. الساعه ملي مشيت انا لقيت الجزائر في هذيك الوقيته راه باقا هي المغرب ديال 1960. ورب الكعبه اللي طلعونا في كيران، عطيتو كيران اللي كذا عطيت داك الموتور اللي حدا الشيفور كتتراكب وكيقول لك دير بروميان. لا راه ماشي غتقلبنا بقى باقي ورب الكعبه اللي كيعطيك واحد المسند يقول لك ابرك حداه باقي. المغرب والله تفاتو المغرب، لان هذه هي المشكله اللي خالقه النظام الجزائري، خلق له مشكله. انا بغيت من بدون لغه خشب رساله بصوتك وصورتك للرئيس الجزائري والنظام ديالو والعسكر اللي معاه. قول لهم دوي معاهم السي فهيد. انا ندوي مع تبون وندوي مع ليجينير، نقول لهم دوا في بلادكم، قادوا بلادكم، لان هذاك الشعب الشقيق هو راه في امس الحاجه، لان شنو الاشكاليه ديالو، المرجعيه ديالو، الرؤيه ديالو، حقنا كيشوف المغرب، كيشوف المغرب فين وصل، وهما خاصهم يديروا واحد الغطاء على الجاره اللي هي المغرب، خاصهم يخلقوا لنا حنا فتنه، شي حاجه تبقى علينا، ولكن الحمد لله، راك شتي حتى في الكركارات، راك شتي، تبارك الله حنا القوات المسلحه الملكيه دارت عفوتينغ، وعصناد اللي تشاروا القران، جري جري جري. راه دير لافوتين كاع جري راه لا بغينا نوضو ما خرجوا لا سلاح لا والو حتى والو لافوتين والله الا ديونا العسكر ديالنا كيتريني
ادخل خفيت بخوف السياسه هذا الجزائر رجعتي تاني جيتي بخف غنمشي لبلاصه اخرى بعيده. المغرب قرر انه يستنف العلاقات ديالو مع اسرائيل. ممكن شي نهار نشوفوك في تل ابيب كتقول السرورات على ميلود. انت اش درتي ليا؟ اولا امر الثانية اذكر ربك. خذ عرفتي في خطره الغرامه جات يا اخي شحال الله يكرمك اسمح لي الله الا سمحنا عندك واش ترجع بعدك زيد زيد انا نقدر نقول لك وصريح العبارات ومن القلب ومن المحبه ديال الله ولهاد البلاد السعيده اي خطوه خطاها سيدنا احنا معاه صريح كفنان الى مثلا نادت عليا انني نمشي انا مع سيدنا صافي لان العلاقات هذا لان السياسه ديالنا الخارجيه ناجحه بواحد الشكل كبير ناجحه بصراحه وهذه اللي خلات اعداء ديال هاد البلاد انهم يكثروا لان احنا مشينا في واحد المسار مزيان يا استاذ واخا سيدي الخلق ادخل فايد كاين واحد الظاهره رجعت في اليوتيوب ديال المغرب سميتها روتيني اليومي كتفرج فيها حيت بحكم انا فنان كنزاول شوف كنشوف خصني نشوف بصراحه طلع مي راه هذه هي الاشكاليه اللي تخلقت اللي خلات لنا الرؤيه الفنيه التلفازيه الفيسبوكيه اليوتيوبيه تميع هذاك الشيء نصايب شنو رايك اش تقول في هذاك الشيء تقول هذاك عمل فني شنو في دي ميساج شنو في والو الا الخراب خرب اش بان زيد راه ولا